معانا هنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي يا فندم، اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. انا بحب البرنامج بتاعك جدا والله. حبيبه قلبي، شكرا، اتفضلي. انا بس كان ليا سؤال للشيخ، كنت عايزه اقول له ان اختي عندها ولدين، هي متجوزه وعندها ولدين، وبس حملت قريب، بس هي صراحه ظروف كلها مش هينفع ان الجنين ده يفضل في بطنها كده، هو ما عندهاش عليه اسبوعين لا لا، انا مش سامع كويس. وعايزه تنزله، اختها حامل وتقريبا عايزه فهل ده تنزل حرام؟ البيبي. هي عايزه تنزله ليه؟ هي تعبانة أولا، ثانيا هي عايزة تفرق يعني حياتها للطفلين اللي عندها بس، ومش عايزة يعني يبقى الحمل عليها تقيل وعلى جوزها وكده، وخصوصا ان هو مش موظف، هي حامل في الشهر الكام؟ حامل في الشهر الظروف الكام؟ مش متسامحة بكده، وهي اصلا تعبانة وهي بتتعب في الحمل جدا. حامل في الشهر الكام؟ لا ما عداش شهر اصلا، ده اسبوعين بس. وهي تعبانة والحمل ده تعبها؟ لسه ما بدأش. هو تعبها، لا، ما هي لازم تعبها من أول أسبوعين؟ أفضل حرام تنزله ولا إيه؟ طيب، حاضر حاضر يا فندم، حاضر. عامة مسألة اللي احنا نقول بالإجهاض، نحن لا نقول أبدا على أي حال مهما كان بالإجهاض، اللهم إلا في حالات يعني اضطرارية جدا، وحالات الضرورة كل ضرورة تقدر بقدرها، يعني الضرورة تقدر بقدرها. لابد أن الطبيب يثبت أن المرأة دي فعلا سيقع عليها الضرر، وإن كان يقع عليها الضرر فهنا يبقى يجوز لها الإجهاض، أدام في ضرر محقق واقع على الإيه؟ على الأم. أما ما عدا ذلك فلا بد من الاستماع للمرأة نفسها، يعني الواحد يقعد يستمع للمرأة وإيه الأسباب عشان الحمل ده ينزل ولا ما ينزلش، وده تحتاج إلى لجنة الفتوى أو دار الإفتاء المصرية. وتكون قبلها راحت مثلا للدكتور جايبة ثقة شهادة، جايبة شهادة من وأخدت، الدكتور. أيوة، جايبة شهادة، الدكتور من بيقول 1 2 3 الرأي 4. بالظبط.